الأمم المتحدة تؤكد التزامها بإتمام المصالحة الوطنية ودعم ليبيا لإنهاء المرحلة الانتقالية. رئيس المفوضية العليا للانتخابات يقول إن تسيير العملية الانتخابية مرتبط بتوافق الأطراف السياسية وتقبلها للنتائج. البحرية الليبية تعلن فقدان 100 مهاجر غير شرعي قبالة ساحل مدينة الخمس. أهلا بكم إلى العاصمة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان التزام الأمم المتحدة بالعمل على إتمام المصالحة الوطنية وإنجاح العملية الانتخابية خلال العام الجاري. الأمين العام هو ملتزم لدعم الشعب الليبي وللعمل نحو عملية الاستفتاء بالنسبة للدستور والعمل للعمل وللمصالحة الوطنية. وقد أتيحت لي الفرصة للتحدث مع رئيس الوزراء حول التزام الأمين العام وأمل الأمم المتحدة لأن ترى بما انتخابات شاملة في 2018 مع دعم الأمم المتحدة لدعم تلك الانتخابات، وأن الأمم المتحدة تدعم بقوة سيادة ليبيا والقرارات المتخذة من قبل الشعب الليبي وأضاف فيلتمان خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة طرابلس أن الأمم المتحدة ستقدم الدعم الفني اللازم لإنجاح الانتخابات بناء على طلب من السلطات الليبية. المتحدة تعمل من أجل أن يقوم بأن يستجيب الشعب الليبي ويستمر في هذه الانتخابات، ونتأكد من أن الترتيبات تتم من أجل قيام هذه الانتخابات، وأن الإرادة لتأكيد لتقوية صوت الشعب الليبي في اتجاه. هذا وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان قد أكد خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراج التزام الأمين العام بدعم ليبيا لإنهاء المرحلة الانتقالية في البلاد. بدوره قدم السراج دعوة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لزيارة ليبيا لإيصال رسالة إيجابية وإعطاء الأمل بوجود حل يلوح في الأفق على حد تعبيره. هذا ونشد فيلتمان كافة الأطراف الليبية بالانخراط في عملية سياسية شاملة تسمح بإجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية في أقرب وقت. وأضاف فيلتمان في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفرنسية أن هناك فرصة سنحة لإنهاء الفترة الانتقالية بنجاح وبدعم أممي والتركيز على إقامة مؤسسات دولة موحدة وفعالة. وشدد المسؤول الأممي على أن الاتفاق أو أن اتفاق سخيرات يعد الإطار الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء الفترة الانتقالية حسب تعبيره. من جهته جدد السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميل دعم بلاده والمجتمع الدولي لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة لتعديل الاتفاق السياسي الموقع في سخيرات. وأضاف ميل عقب لقائه برئيس المجلس عقيلة صالح أن أعضاء البرلمان أكدوا له سعيهم للتواصل أو التوصل إلى تسوية سياسية تنهي الأزمة في البلاد. من حكومة بريطانية ومن المجتمع الدولي بشكل عام ندعم تنفيذ الاتفاقية سخيرات وندعم الجهود من الممثل الخاص من الأمم المتحدة سيد غسان سلامة لتعديل الاتفاقية سخيرات. وأنا سعيد جدا أنه أنا سمعت رسالة إيجابية جدا من رؤساء الكتل ومن رئيس المجلس أنه كلهم مفتوحين لنستمر الجهود للوصول إلى تسوية
تصفية جديدة لتعديل. في سياق ذي صلة، أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد الساهي على ضرورة توافق الأطراف السياسية وتقبلها لنتائج الانتخابات بشكل يضمن تأثير المفوضية للعملية الانتخابية المقبلة. وطالب السايح في تصريح خاص بالنبا الأربعاء باستشارة المفوضية في صياغة القانون الانتخابي بحكم خبرتها في تسيير عمليات انتخابية سابقة وفق تعبيره. وأشار إلى أن المفوضية وضعت خطة لتدريب مراقبين، لكن عدم تسيير الميزانية اللازمة حالت دون تنفيذ الخطة. إلى ذلك، أفادت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بتجاوز عدد المسجلين الجدد في السجل الانتخابي 519,000 ناخب. وقالت المفوضية في نشرتها اليومية أن إجمالي المسجلين قارب 1,960,000 ناخب. هذا وتواصل المفوضية حملة التوعية لحث المواطنين على التسجيل، وتشمل الحملات طلبة الجامعات والمواطنين بمدن مختلفة. بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السواحلي ووزير الدفاع المفوض بالحكومة المقترحة المهدي البرغثي تطورات الأوضاع العسكرية في البلاد. وبحسب صفحة المجلس على فيسبوك، ناقش الطرفان العراقيل والتحديات التي تواجه عمل وزارة الدفاع والمؤسسة العسكرية وسبل تدليلها. وأكد البرغثي على ضرورة مشاركة جميع ضباط الجيش الليبي في هذه الجهود دون استثناء وبرعاية الأمم المتحدة، بعيدا عن المبادرات الفردية على حد قوله. وإلى الشرق الليبي، حيث أفادت مصادر خاصة للنبا بأن شبابا من قبيلة العواجير يحملون قوادف RPG وأسلحة رشاشة أقفلوا الطريق الساحلي من عند بوابة المبني. وأكد المصدر أن شباب طالبوا بالإفراج عن وكيل داخلية الحكومة المقترحة فرج جعير، متهمين علي القطراني وعلي العمروني بالوقوف وراء عملية قتل المهندس صلاح قلوات. من جانبه، قال عضو مجلس أعيان قبيلة العواجير سعد رجرج إن مظاهرات بيرسس ليست للمطالبة بالإفراج عن فرج جعيم، وإنما احتجاجا على غلاء أسعار الأعلاف. لا، الأعلاف وعلي ممكن رتوب شكل بسيطة والله، لكن ما مو موضوع فرج والله، إن عندهم سعي يصرفوا عليه في 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 في, في 600-700 جنيه، غير هذه غير الغلام البسيطة اللي ممكن عددها 200 أو 250. الشعير هلا بال 160 دينار، هذه اللي يسكروا عليها في الطريق. اما قضيه فرج، قضيه راها في ايدي امين. افادت مصادر خاصه للنبا بان شبابا من قبيله العواجير يحملون قوادف RPG واسلحه رشاشه اقفلوا الطريق الساحلي من عند بوابه المبنى. وأكد المصدر أن الشباب طالبوا بالإفراج عن وكيل داخلية الحكومة المقترحة فرج جعيم، متهمين على علي القطراني وعلي العمروني بالوقوف وراء عملية قتل المهندس صلاح قليوان. إلى درنا، حيث قال الناطق باسم مجلس شورى مجاهدي درنا محمد المنصوري إن ميليشيات الكرامة قصفت الحجاج الغربي وحي الزنتان السكني. المنصوري وعبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك أوضح أن القصف لم يوقع أي إصابات بشرية في صفوف المدنيين بالأحياء السكنية المستهدفة. تجدر الإشارة إلى ميليشيات الكرامة تشدد حصارها على المدينة منذ أغسطس الماضي، وتستهدف بين الفينة والأخرى بالقصف المدفعي والجوي على مواقع مدنية وعسكرية بدرنا.
إلى ذلك أكد مجلس شورى مجاهدي درنا وصول ثوار خريبيش إلى مكان آمن، وأن أعلان دخولهم إلى درنا كان مجرد خدعة لنصرتهم ممن أسماه بالعدو. وأثنى المجلس في بيان له بعنوان أبطال خريبيش ربح البيع وثبت الأجر، أثنى فيه على ثوار خريبيش مؤكدا أنهم أدوا الأمانة وبلغوا رسالة حسب نص البيع. إلى ملف الهجرة، حيث أعلنت قوات البحرية الليبية فقدان 100 مهاجر غير شرعي قبالة ساحل مدينة الخمس شرقية العاصمة طرابلس. وقال الناطق باسم البحرية الليبية العميد أيوب قاسم للنبا إن حرس السواحل تمكن الثلاثاء من إنقاذ 17 مهاجر غير شرعي إثر تحطم قاربهم المطاطي شمال مدينة الخمس. في سياق دي سيلا، قالت عدد من المنظمات الإنسانية إن 64 مهاجرا غير شرعي لقوا حتفهم السبت بعد غرق زورقهم قبالة الساحل الليبي. ونقلت وكالة رويترز عن المنظمات قولها إن حديثهم مع عدد من الناجين بيّن أن الزورق كان يحمل ما يقارب 150 مهاجرا. من جانبها أكدت منظمة أطباء بلا حدود على تويتر أن من بين المهاجرين العديد من الأطفال الذين يعتقد أنهم غرقوا في البحر. استنكر ممثل وكالة الطوارئ النيجيرية سليمان لاباران حادثة بيع 20 نيجيريا كعبيد بسوق النخاسة بليبيا حسب قوله. وأوضح لاباران في مقابلة صحفية مع وكالة الأناضول أن بلاده اطلعت على القصص التي رواها مواطنون نيجيريون عادوا من ليبيا بعد فشلهم بالذهاب إلى أوروبا عن طريق البحر. وطلب لاباران الحكومة الليبية بالوقوف أمام مسؤولياتها تجاه تلك الحادثة والحوادث المشابهة. إلى ذلك، دعا عمدة بلدية لامبيدوزا الإيطالية سالفاتوري ماريتيلو إلى توخي الحذر من تسلل عناصر تنظيم الدولة ضمن قوارب الهجرة غير الشرعية التي تصل إلى بلاده من ليبيا. وقال مارتيلو في تصريح لوكالة ياكي الإيطالية إن توخي الحذر ضروري، وإن كان عناصر التنظيم لا يفضلون النزول على سواحل لامبيدوزا ويبحثون عن أماكن يسهل الهروب عبرها. ولفت إلى أن قوارب المهاجرين لم تعد ترسو على شواطئ لامبيدوزا منذ فترة بعد أن نجح إغلاق الحدود مع ليبيا في وقف تدفق المهاجرين، واقتصر وصولهم على بضع قوارب صغيرة لا تحمل أكثر من 20 شخصا. العاصمة متواصلة وتتابعون فيها بعد قليل. هنا تحتضن مسابقة العدو الريفي على مستوى المنطقة الوسطى. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. أكد نائب المجلس الرئاسي المقترح أحمد معتيك دعم المجلس للأجهزة الأمنية في مدينة مصراتة، خاصة تجاه التهديدات الأمنية التي تمثلها التنظيمات الإرهابية حسب قوله. كلام معتيك جاء خلال لقائه مدير الأمن بمصراتة طارق الفقي وأمير المنطقة العسكرية العميد محمد الحداد، والذي بحث إمكانية دعم الأجهزة الأمنية في المدينة. نعم جميعا ان حادث اغتيال المرحوم العميد محمد الشتاوي له تاثير سلبي على الواقع الامني، ولكن كلنا عزم وايمان ان الادارات الامنيه ستكون قادره على بسط الامن ورفع الروح المعنويه. نحو 20 يوما تفصل نازحي تورغه
عن العودة إلى مدينتهم بعد قرابة 7 سنوات من التهجير والنزوح. موعد حدده المجلس الرئاسي المقترح تلت بعده الإجراءات المطالبة بتهيئة المدينة وتوفير الظروف الملائمة لعودة ساكنها، وسط تساؤلات عن مدى قدرة الحكومة المقترحة على توفير ذلك. الأول من فبراير هو موعد لعودة أهل تورغا إلى مدينتهم بعد عناء طال 7 سنوات من البعد والتهجير والنزوح. خطوة جاءت بها الحكومة المقترحة استكمالا للاتفاقية المبرمة بين مدينتي مصرات وتورغا الموقعة في 31 أغسطس 2016. تهيئة المدينة لعودة الأهالي وتوفير الإمكانيات اللازمة هي أبرز الخطوط العريضة التي اتفق عليها وزراء الحكومة المقترحة المعنيون، خطوط أعقبت سلسلة اجتماعات عقدت مع رئيس الحكومة المقترحة فايز السراج، تمخضت عنها زيارة ميدانية إلى المدينة وتقديم التقارير اللازمة للبدء بتنفيذ الإجراءات الضامنة لعودة آمنة. ويعتزم المعنيون بتمهيد الطريق للعودة الفعلية إقامة احتفالية في الموعد المحدد بعد الاستعداد المناسب وتهيئة المدينة أمام أهلها. طبعا العمل في تورغا هذه الأيام ياخذ مسارين، هناك مسار لأن يوم 1/2 مفروض يكون فيه احتفالية وتورغا مفتوحة لها، وهذه يسموا فيها التهيئة السريعة وهذه اليوم تكلمنا عليها، وهناك عمل ثاني اللي هو ياخذ فترة شوية لتجهيز المدينة ومدها ببعض الخدمات حسب الإمكانيات الموجودة. ولعل ما يقلق المدينة أيضا الوضع الأمني غير المستقر، فمن هذا المنطلق جرت اتفاقات بين وزارة الداخلية وأمير المنطقة الوسطى على تأمين عودة الأهالي دون أي تفاصيل تذكر. في جانب وزارة الداخلية قد تناولنا كثير من الموضوعات مع السادة المسؤولين الأمنيين في المنطقة، وقد تناولنا أيضا مع السادة السيد اللواء محمد الحداد أمر المنطقة العسكرية المسؤول المباشر على أمن منطقة تورغا باعتبارها منطقة عسكرية، وأعتقد أن أخذنا خطوات جيدة. كل هذه الخطوات تضع الحكومة المقترحة أمام تحد كبير في الوفاء بوعودها وترجمة اتفاقاتها إلى واقع معيشي يترقبه أهالي تورغا. عودة منتظرة محفوفة بالأمل تخلص مهجري تورغا من مرارة النزوح ومن وضع لا يطاق في مخيمات تفتقر إلى أبسط الاحتياجات أمام صقيع الشتاء وحر الصيف، ناهيك عن تهالك البنية التحتية وتردي القطاع الخدمي في تلك المخيمات. بعد توقف دام لأكثر من عامين للمرافق الخدمية في منطقة العزيزية بسبب تدهور الأوضاع الأمنية، بدأت الحياة ترجع تدريجيا إليها مصحوبة بترتيبات أمنية مشددة لفرض الاستقرار داخل المنطقة. لم تعد المصارف التجارية في ليبيا قادرة على تلبية حاجة المواطنين مع أزمة نقص السيولة النقدية الناجمة عن استمرار تدهور قيمة الدينار الليبي وانخفاضه إلى أدنى مستوياته أمام العملات الأجنبية، غير أن الوضع كان مختلفا داخل منطقة العزيزية التي شهدت فيها المصارف توقفا تاما بسبب تدهور الأوضاع الأمنية بها. اليوم ولأول مرة خلال السنتين الأخيرتين عادت الخدمات المصرفية إلى المنطقة وسط إقبال شديد من المواطنين. افتتاح أول مصرف داخل منطقة جفارة وهو مصرف تجاري العزيزية، الحمد لله تقديم خدماته وتسهيل خدمات للناس، وسوف نقوم بخطوات أخرى خلال أيام أو خلال أسبوع أو 10 أيام من حيتم فتح أكثر من مصرف داخل المنطقة بعد تأمين المنطقة بالكامل. طبعا نظرا اللي كان المصرف في مدينة طرابلس حتى عن طريق البعد ومسافة الطريق وحتى اللي احنا نقوله بصفة عامة يعني بلغة درجة، حتى الشيابين والعزايز تعبوا في مشقة الطريق والمبيت في المصارف، فالآن قريب جدا على المنطقة، فبارك الله فيهم حقيقة رجال الأمن والموظفين بالكامل لاستكمال على أجمل صورة هذا المصرف. الأجهزة الأمنية بمختلف أسمائها كانت حاضرة لتأمين المصارف وضمان وصول الخدمات إلى المواطنين، خطوات تبدو ضرورية من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها في المنطقة المنكوبة منذ عامين يقول أهلها.
موجودة خطة أمنية استراتيجية قمنا بها أعضاء المديرية والغرفة الأمنية وبالتعاون مع باقي الأجهزة الأمنية والعسكرية اللي تعمل في المنطقة. أن ندعم الجهات الأمنية بكافة أجهزتها في بسط الأمن على المنطقة، وندعم أيضا باقي المناطق لبسط الأمن وتوحيد الجهود المشتركة، فنحن منطقة واحدة، ليبيا قبيلة واحدة، وأمن منطقتنا من أمن باقي المناطق وأمن باقي المناطق من أمن منطقتنا. رغم قلة وضعف المرافق الخدمية التي بدأت تفتح أبوابها مجددا أمام مواطنين بالعزيزية، فإنها تخفف ولو بشكل جزئي من آثار الحرب التي شهدتها المنطقة في الآونة الأخيرة. عقد بقاعة المركز الثقافي ببلدية أجلة اجتماع لمناقشة آلية لترميم ما تبقى من الطريق الرابط بين بلديتي أجلة وجدبلة. وبحسب الصفحة الرسمية للبلدية، اتفق الحاضرون على تشكيل لجنة لحصر الاحتياجات اللازمة والمبدئية لترميم الطريق والتنسيق مع الشركات النفطية والخدمية للمساعدة في ذلك. نفى مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية ما أشاع حول نية وزير التعليم عثمان عبد الجليل إلغاء مادة النحو، مؤكدا بأن الخبر عار عن الصحة. وشدد المركز في بيان على صفحته الرسمية لتعليم المقترحة حرصه الكامل بضرورة الاهتمام بمادة اللغة العربية. قال المركز إن الوزير شكر لجان لتقويم المناهج وتهذيبها بما سيروا على التلاميذ دراستها، نافيا إمكانية حذف مادة النحو. اختتم في مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بغريان البرنامج التدريبي في مجال التواصل والتخاطب بلغة الإشارة. الدورة تضمنت أساسيات لغة الإشارة وتدريبات النطق المتخاطب وطرق التدريس، مستهدفة معلمات الصم وضعاف السمع بمدرستي يفرن وغريان. اختتمت بمدينة ترهونة فعالية مسابقة العدو الريفي على مستوى مكاتب النشاط المدرسي بالمنطقة الوسطى. المسابقة التي أقيمت في منتزه عين الشرشرة السياحي بالمدينة تهدف لخلق روح التنافسي بين الطلاب واكتشاف المواهب، حيث شارك فيها طلاب المدارس في المرحلتين الأساسية والثانوية. لنتابع. في سياق تفعيل الأنشطة الرياضية المدرسية المندرجة ضمن الخطة التعليمية لهذا العام لوزارة التعليم، احتضن منتزه عين الشرشار السياحي بمدينة ترهونة الاثنين الماضي فعاليات مسابقة العدو الريفي. الفعاليات التي تقام على مستوى المنطقة الوسطى لطلاب المدارس في المرحلتين الأساسية والثانوية جرت بمشاركة أوائل الطلبة المتفوقين على مستوى مناطقهم التعليمية. تم الانتهاء من مسابقة العدو الريفي على مستوى المنطقة الوسطى بمشاركة بلديات المنطقة الوسطى، وكان مسار السباق لمرحلة التعليم الأساسي والمتوسط، وكان السباق لمدة لمسافة 4 كيلومتر للتعليم المتوسط ولمسافة 3 كيلومتر للتعليم الأساسي. مسابقة تهدف بحسب إدارة النشاط المدرسي إلى إفراز المواهب المغمورة وخلق روح التنافس بين الطلاب، إضافة إلى دورها في تشجيع الانخراط في المنظومة الرياضية خارج دائرة التعليم. رجال المرور ومنتسبو جمعية الهلال الأحمر بترهونة أسهموا بدورهم في تنظيم سير الماراثون وإنجاحه. نحن سعداء بإنهاء المرحلة الأولى من برنامج النشاط المدرسي في مسابقة العدو الريفي التي استضافتها مدينة ترهونة، وبارك الله فيهم على الاستضافة، وبارك الله في كل من ساهم في إنجاح هذه البطولة. طبعا البطولة هذه تقام على المنطقة الوسطى بليبيا. المسابقة اختتمت بتكريم الفرق الفائزة والرياضيين الذين تحصلوا على المراتب الأولى، لكن أهدافها في نشر الوعي الرياضي بأهمية كسب اللياقة البدنية والنشاط الدائم ستبقى حاضرة لدى المشاركين في الفعاليات. مشاهدينا الكرام، بهكذا نكون وصلنا إلى ختام هذه العاصمة لليوم. شكرا لكم على المتابعة. إلى اللقاء. إلى اللقاء.